لكن الشيء الذي أحدثه الناس ولا أعلم له أصلا في السنة أنه إذا دخل المجلس قام يصافحهم واحد واحد يمر عليه، هذا ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المجالس ولا يصافح الناس، وإنما ينتهي يجلس حيث ينتهي به المجلس. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومشايخنا السابقون ما يفعلون هذا ولا يفعل عندهم أيضا.